يستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الاثنين أكثر من مليون ومئة وثلاثة آلاف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليونا وخمسة وأربعين ألف شخص هذا وحصل على الجرعة المنشطة ضد فيروس كورونا نحو 150 الف شخص ويشدد الفريق الوطني الطبي على ضرورة المبادرة والتسجيل للحصول على التطعيم للوصول الى المناعة المجتمعية التي ستسهم بدورها في عودة الحياة الطبيعية باذن الله